أحسن الله إليكم الشيخ صالح. تساهل الناس في وقتنا الحاضر بشهادة الزور، بماذا ينصحون هؤلاء؟ هم بأن يتقوا الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، تولي يوم الزحف. وكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكرر ذلك حتى قال الصحابة: ليته سكت من شدة ما رأوا عليه صلى الله عليه وسلم من التأثر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تكتب له النار. نعم.